ايوا سيرينا يبقى هادشي هذا سيرينا تبقى هاد الفوضى هادي. شوف الدنيا كيفاش ولات، الله يهديكم. جو مشمس اليوم، جو رائع، جو جميل، يغري بالبحر ومشاهدة البحر والسباحة، جو رائع. أروع ما فيه هو الحياة التي أصبحت عادية جدا، والله يلطف بنا أخوتي من الأمراض ومن الأسقام لم نعهدها من قبل. الله يلطف يلتقوا لينا. كنهضروا على الامراض والبيئه، والله الستر يا ربي، الطف بنا فيما جرت به المقادير، الطف بنا يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا خبير. نعم اللطيف ونعم الخبير ونعم المنعم ونعم البشير. سبحانك لا علم علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم انت الاول وليس بعدك شيء، انت الاخر وليس قبلك شيء، انت المنعم انت التواب انت الحكيم. رد بنا الى دينك ردا جميلا، طف بنا فيما جرت به المقادير يا قدير. اللهم إنا نعوذ بك من سيء الأسقام يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض. ها 10 ريال فريسة وقل، كاع قل من 10 ريال فريسة، شريتها بأربعة دراهم أنا. الحمد لله، اللهم رخص أسعارنا يا رب، ونور طريقنا وطريقكم لكل خير. ومن نسألك خير ما سألك منه حبيبك ومصطفاك نورك ومجتباك. ساحة الزراع التي ها حديثة لقد سيجت وبدت خضراء منورة. عندي واحد الملاحظة، يعني الصمة تبقاش هي عيدة مهمشة، غير اللي جاي يدخل الصمة يكون دا واحد الأساس يراقبها باش تبقى يعني نظيفة، ويجي مثلا السائح يشوف هذا المنظر يعجبه الحال يبقى يجي دايما. احنا عندنا يعني مدينة عتيقة وعريقة كما سموها جدودنا شحال هذه جوهرة الشمال، ولكن ما بقاتش بديك الاسم هذاك، يعني تمشت حلولة كما كيقولوا احنا الداري جابوها بوش وما اللي همشوها وخلوها يعني اللور اللور. احنا بغينا المدينة تزيد الخدام والطوار وتولي باهية كما كانت في الأول، كانت يعني الأزقة ديالها الناس ديال الوقايه المدنيه كانوا يعني يوميا كيسيقوها وكانت نظيفه. دابا الحمد لله راه بقاو كيهتموا بها واحد شويه، ولكن خصنا يعني يزيدوا الساحه هذه، ساحه الشهداء ديال الزرع، ولا ساحه التحرير، ولا جميع الساحات خصهم يتنقوا. ساحه مكه نقوها، ولكن في الاخر ولات هي مهرسه، مبقاتش كيما كانت في الاول. يعني الاطر يعني ديال المدينه تموا بهذ المدينه العتيقه. شكرا اخي المنيلي، شكرا الشيخ ديالنا المنيلي، جزاك الله خيرا. نكملوا طريقنا معاشي وما اكثر في مدينه العرائش. شوف هاد الزنقة باقا محافظة على الرونق ديالها والجمال ديالها، سبحان ربي العظيم. فسيفساء روعة روعة روعة. تحية للساكنة هنا، الهدوء التام.
شكر واحد السيده واحد النهار انا دايز بالمباشر قالت لي انا كنطلع لك من السطح شحال الكلب مسكين فين مجبد شويه بصحاب مسكين طوط الحراره لدرجة ارتفاع الحرارة هو تجبد هنا أنا السي نوفل زنقة التنبيلية تحية لنوفل وتحية لواحد الأخت حتى هي ساكنة هنا كتبعنا زنقة مليلية محل تجاري للبيع الزنقة المنيلية في الاخر ديالها على اليمين راه كاينه الطاكوس اللي بغى يطاكوسي مع راسو هنا ها هو الطاكوس قيصرية المحيط راه ساحة المنوزي نتمنى تكون شي ساحة مهيئة أفضل لأن هادشي راه تخربيق كيف الوسط عاد تخربيق شي تهيئة اللي تليق بهذا المكان الجميل راه قلب المدينة كيف عقل أن تكون فيها هاد الجردة هكا مهملة ومشوهة عليها عقل مازلنا في شارع محمد بن عبد الله واللي كيمتد حتى الصيدلية ديال بنو خلدون أو المدرسة ديال بنو خلدون جميل هذه صيدلية الرياض هي اللي فيها بيرمانونس اليوم وغدا إن شاء الله السبت والحد هي والوفاء صيدلية الوفاء اللي حدا سبيطار الوفاء وصيدلية كوتي اللي في المنار ثلاثة هادو ثلاثة خدامين السبت والحد الله يعاون الله يعاون عمارة شاهقة هنا جديدة على يميني جبت سير نزلنا في الشارع مولاي محمد بن عبد الله اللي كينتهي في ساحة ماريستات أو ساحة القرويين راه الفوق كيبدا شيخ خالد بن الوليد مدرسة ابن خلدون الابتدائية لاحظوا معايا هذا بناء عتيق وينهار كادو ينهار كليا صافي هذا دابا كيبان لي صافي على الاطلال حتى هذه كذلك على الاطلال منظر جميل وانيق غادي غنسميو ساحة كوليسيو هادي مقهى كوليسيو واو هذا بناء قديم كذلك هذه هي عمارة هذه هنا فين كانت سينما كوليسيو هاهي ولات هاهي ولات عمارة كعادتها كعادة جميع وصلنا للبلاصة مارشي سنترال هذه بلاصه قلب عرائش السوق اللي كيمثل قلب العرائش المبيض وهذيك مطعم الصيباري الله يرحمه